السلام عليكم، احنا ساكنة شمس المدينة، لا يعقل ان بنادم تيشري هنا بمليون ونص للميتر، وكاينين الكراج اللي دايرين 3 مليون للميتر، والبقاعي دايرين شي 1.6 مليون للميتر، وكاينين الكلاب، وكاين الطوارو ديال الزبل، لا يعقل. جماعة ديال سيدي حجاج وهاد الحصان راه من اغلى الجماعات، ولكن راه المشكل ديال الكلاب عباد الله راه عايشين وسط الكلاب، غبقى لينا نطلعوهم للديور عندنا. مشاكل هما الكلاب اللي كيدوروا هنا بزاف، والدراري كيبغيو يمشيو للمدرسة ما كان خص كيمنعوهم على المدرسة ديالهم. كاينين بزاف ماشي غير شوية، راه كلاب دايعين، راه فين ما مشيتي كتبركها بالقهوة كتبان لك الكلاب دايزين. وهنا بعض المرات الصارفة كدور بالليل، وملي داز راه كيتحصر في الطريق، وماشي غير خطر، الدراري المدرسة كيبغيو ينوضوا الصباح خصك تمشي معاهم عادي، يمشيو للدراري المدرسة. كلاب عندنا راه بالليل ما تنعسش. بلي راه ما تنعسش هنا، راه كيكون بعض الخطات 34 كلب حتى 40 كلب هنايا، الدراري بغا يصيفطوهم للمحل يتقداو، هذا راه عنده مشكل ما كيخافوا. شحال من خطره انا كنجري على عليهم على الكلاب، كاين غير واحد السيد كان غياكلوه هنايا، والله الا كان غياكلوه هنايا. عندنا بزاف د المشاكل هنايا، منهم طوارو ديال الزبل، منهم الرومبوات، منهم الضو، الضو والماء، منهم بزاف د الحوايج. الضو والماء على الاقل تيقطعوا جوج مرات في النهار، كيتقطع ساعة ساعتين، شحال من واحد ضربت ليه التلفازة، شحال من واحد ضربت ليه الثلاجة، الضو ما كاينش بالليل، راه ما كاين لا ضو لا والو، بزاف د الحوايج هنايا خاصهم يتبدلوا. واش فين هما هاد الناس؟ الله أعلم، ما عرفناش شكون اللي شاد هاد القنت، ما تيبانوش، بانوا غير في أيامات الانتخابات، من تما ما بقيناش شفنا حتى شي واحد. عندنا خويا مشاكل هاهم، مشاكل هاد الشيء ديال الزبل عندنا، والكلاب هنايا، وخناز الدبان، خاصني زباب الفلوس هنايا، وفي الاخر دايرين لنا شي حشومه، شي يكون صعيب في هاد الرومبا هنايا وسط المدينه، حشومه هاد الشيء راه عيب وعار صاحبي، حشومه بزاف. بعض الخطرات كيخلوه حتى لاربع ايام خمس ايام، الايامات ديال العيد راه ما تدوزش من هنايا، خانز ومشكل ديال الماء، ومشكل ديال النظافه ما كايناش، وحنا غنتعاونوا معاهم حتى هما خصو يتعاونوا معانا، راه مشكله هذه بزاف اصاحبي. طوارو الزبل على 4 ايام 5 ايام عاد تيجيو الكاميوات ديما خاسرين. دوينا مع مول الكاميو قال لك اخويا انا ماشي المشكل من عندي، الكاميو ديما خاسر. ولا يعقل. ونطلبوا منهم بغينا شي يحيدوا لنا هادو، يديروا شي بلاصه اللي يكون سميتو ديال هذا، راه حشومه هذا الرومبا وسط المدينه، راه حشومه صاحبي، حدهم هادو هنا راه الكلاب غيبقاو، خص يحيدوا هاد الطروط، هما اللي جايبين المشاكل، هما اللي كيجيبوا المشاكل. طلبوا خصو يحيدوا الكلاب ديال الكلاب، يدوروا عليهم يحيدوهم شويه. والكلاب راه بزاف، كاين اكثر من 100 كلب كاين هنايا في شمس المدينه بوحدها، تيجيو من السوق، السوق كانت فيه الكوفنا حيدوها، ولو من السوق تيجيو لهنايا، من الدواوي تيجيو لهنا. واش بنادم حاط رزقه وفي الاخر يعيش هذه العيشه بحال هكا؟ لا يعقل. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.